الحقيقة المعرض النهاردة مش مجرد معرض لبيع المنتجات المصرية أو لبيع المنتجات بصفة عامة، لا، هو معرض بيهدف لجذب استثمارات جديدة، عمل شراكات مع بعض المستثمرين الأجانب. يمكن احنا عندنا النهاردة أكثر من 65 مشتري وبعثة مشترين موجودين من كل دول العالم. أنا عندي عارض أكثر من 12 دولة بأكثر من 150 شركة أجنبية متواجدين في هذا المعرض. يعني عندي عدد عارضين أجانب من 12 دولة، عدد مشترين كبير جدا. معرض البلاستيك اللي حاليا يقوم بمدينة المعارض بالقاهرة، المعرض ذو أهمية استراتيجية لصناعة البلاستيك بمصر والشرق الأوسط. الصناعة بمصر بالفترة الأخيرة الدولة المصرية عم تقدم تسهيلات مهمة وعم تحاول تجلب المستثمرين مصر. هو المعرض مهم جدا لأنه بيدخل فيه شركات كتير من برا مصر ومن جوا مصر، وإحنا دي تاني مرة نشترك فيه، فبنهتم جدا بأي معارض يبقى موجود فيها ماكينات بتوضح أكتر كواليتي المكن، العميل يبقى شايف على أرض الواقع المكن، شايف الكواليتي بتاعته، شايف المواتير، شايف كل حاجة على الطبيعة، بتبقى أفضل يعني العميل بيطمن أكتر، عشان كده بنحب دايما نشارك في المعارض اللي زي كده. فرصة كبيرة إن احنا نلتقي مع شركات عالمية وعربية عشان نعرف فين وصلت التقنية الموجودة في العالم، وده بيفتح لنا آفاق كبيرة للتواصل مع الشركات الجديدة. دي تقريبا يمكن خامس مشاركة، هي الشركة بقالها تقريبا 20 سنة، دي خامس أو سادس مشاركة. طبعا هي بتفرق إن هي بتعرفنا بقطاعات كتيرة في السوق، وبتعرف القطاعات برضو بينا، لأن احنا مثلا في مجالات كتيرة بندخل فيها بتساهم في أكتر من حاجة. يعني زي بطاريات العربيات احنا حجم العربيات في مصر كان بيتوفر لها تقريبا 60% من البطاريات استيراد. بدخولنا احنا قدرنا ان احنا بتوفيق ربنا ان احنا نقلل النسبه دي لحوالي 52%.